موجز لاهم الانباء نقدموه لكم من شوف تي في. اهلا بكم. اعلنت وزاره التربيه الوطنيه اليوم الجمعه انها صدرت المذكره الاطار المنظمه للحركه الانتقاليه الخاصه باسر التربيه الوطنيه بعد سلسله من الاجتماعات والمشاورات مع الهيئات النقابيه وتنظيم منتدى الكتروني مفتوح لنساء ورجال التعليم وامهات واباء واولياء التلاميذ وكل فاعلين تربويين. وضح بلاغ للوزاره ان هذه المذكره ارتكزت على عدد من المبادئ العامه كتهم ضمان حق التلاميذ في تمدرس قاره ومنتظمه طيله السنه الدراسيه وضمان شفافيه في تنظيم مختلف العمليات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان توازن تربوي بين مختلف المناطق. قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس بتأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بن علو ومن معه إلى يوم الخميس المقبل. وستواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى المدير العام السابق الأسبوع المقبل بعد أن أنصتت لكافة المتابعين أو المتابعين في هذا الملف هذا لكي يتابع فيه 11 شخص 3 منهم في حالة اعتقال وهم المدير العام السابق ومدير ديوان ديالو والمدير المالي المسؤول عن صفقات. ونفى بن علو خلال جلسة أمس كافة التهم الموجهة هذه. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة استئناف بالرباط أمس الخميس بالسجن ديال 25 سنة الفائدة نافذة عفوا في حق بطلة تيكواندو سابقة بعد المؤاخذة ديالها من أجل تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسكر العلني. كما قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة أبناء الضحية والزوجة ديالو قدروا 50,000 درهم لكل واحد منهم و 80,000 درهم لكل واحد من والديها. وكتعود وقائع نازلة إلى تاريخ 30 أكتوبر 2011 عندما أقدم المتهمة بحيل من ذهب مقاطعة يعقوب منصور بالرباط على توجيه طعنات متعددة بواسطة سلاح أبيض للضحية وهو جزار تسبت في الوفاة ديالو في الحال. ثقافيا كتحتضن مدينة صويرة في الفترة الممتدة بين 20 و 23 يونيو المقبل دورة 16 لمهرجان قناوة وموسيقى العالم في احتفالية متجددة بمعلمي القناوة وموسيقيين عالميين في أطياف موسيقية متنوعة. وغادي يستضيف المهرجان فنانين عالميين من بينهم على الخصوص المغنية الألمانية من أصل نيجيري نيكا والمجموعة الإفريقية موكومبا والفنان السنغالي يوسون دور إلى جانب فرق وفنانين مغاربة حققوا نجاحات فنية كبيرة داخل المغرب وخارجه. رياضيا عينت الجامعة المغربية لكرة القدم الحكم المغربي بوشعيب لحرج لإدارة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء يوم الأحد بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال بالمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء. وغادي يساعد لحرج في هذا اللقاء الحكمين الحميدي وعفيفي. المباراة تقام برسم الجولة 26 من الدورة الاحترافي أو من الدوري الاحترافي. بهذا الخبر مشاهدينا كانت معكم أوراق الموجز لكم أطيب وأرق التحايا من كل طاقم شوف تي في تقنيين وصحفيين. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.